نعاود لكم على الحكايه ديالي مع المرض، مع لو ستريس ديال لي زيتود، وكاينين دوطغ سيتواسيون كانوا في لونطوراج ديالي وهذا. دونك ولا عندي واحد العالم ديالي خاص، وليت كنشوف بعض الامور ماشي هي هذيك الام ديالي. انتبهت بانني ما بقيتش مزيان، وديتني عند بسيكياتر. في الاول رفضت ناخذ تريتمون، وبدات الامور كتدهور وكتدهور اكثر واكثر. دونك بديت كنراجع نفسي، كنقول لك ماشي حاجه ماشي هذيك فريمون، وبحال استسلمت الامر الواقع. صافي بحال شي واحد طفيتي، بحال شي واحد كان حيوي كان كيعيش وهذا. صافي طفيتي بداك الدواء، كناخذ غير الدواء كنمشي ليكول كنرجع. يعني مابقاش عندي ديك الحياه الانتوزياس، مابقاش عندي الحياه زوينه. ولحد الان في هذيك المرحله ما كنتش عارفه اسم المرض ديالي. كان كيقول لي الطبيب بان راه المزاج ما عندكش مقاد، ولكن باش يقول لي السميه ديال المرض ديالي اللي هي تروبل بيبولير، ومشي نقلب عليها ونعرف شنو هما المعلومات على داك المرض، كيفاش نقدر نعاون راسي، كيفاش هذا، ما كانش كيقولها ليا. دونك بقيت في صراع مع راسي، مره كنمشي عند الطبيب، مره كنخرج من الخدمه، مره كندخل عاوتاني اون اوتري كول، حيت خرجت من لا فاكولتي في دوزيام اني ما كملتش. في 2010 تقدم لي واحد السيد، دونك تما فين تزوجت. ابري ملي تزوجت ما قدرتش نوافي ما بين الخدمه ولو فوايي. يعني ولات عندك دار، ولات عندك مسؤوليه، لو ميناج، لي روباس، طيب الغدا، خصك هادي تقابل الراجل ديالك ايتو. دونك ما قدرتش نوازي بيناتهم، سكيفي خرجت من الخدمه. وصلت واحد الفتره انني بغيت نولد، بغيت نحمل، والطبيب ديالي تيقول لي راه ما يمكنش، خصك تكوني مزيانه، ما يمكنش نقطعوا الدواء وهذيك، ولي خصك تكوني موتيفي، تكوني مرتاحه. دونك طحت في انتكاسه، طحت في اكتئاب. بدات كتبان لي الدنيا ظلمه عليا، ما نقدرش نعيش حياتي كيفما اي واحد وهذا. والام ديالي شافت لي واحد طبيب اخر، ملي سولاته وهضرات معاه قال لها جيبيها ليا، قال لي نقدر طبيعه الحال انا تقدر تولد. والطبيب ديالي قلت لي دكتور قلت لي زعما محتاجه سوا دي كونسلطاسيون مع ام سيكولوج، دي ثيرابي، المهم دي سيونس، شي حاجه، لان الدواء حسيت به ما بقاش كافيني. دونك تبعت عندها تما. كيكونوا ورشات، كاين ورشه بالحسي، العلاج بالحسي الحركي، الورشه بالعلاج بالفن، بالموسيقى، دي كوتش كيديروا معنا حصص ديال تقدير الذات، ديال الثقه بالنفس. يعني الحمد لله بديت كنسترجع الحياه ديالي بشويه بشويه. دونك شفت الحاله ديالي تحسنات، وبروبوزات عليا انني نكون رفيقه مساعده. وهذا الرفيق المساعد شنو هو؟ هو ان انسان كيكون داز من مرحله تجريبيه ديال المرض وتحسنت الحاله ديالو، كيولي قدوه ولا مثال للمريض الاخر اللي يلاه بدي فيه المرض، باقي كيتخبط مع المرض، ما عرفش كيفاش يخرج من الحاله ديالو، ما عرفش كيفاش يتعامل مع الحياه. وعجبتني الفكره وترحبت بها، يعني قبلت انني نكون رفيقه مساعده. وليت كنحس براسي يعني ديك المحن كامله اللي كانت هذه الاعوام كامله ولات منحه. وليت كنعاون الاخر، وفاش كنعاونو هو كيستافد وحتى انا كنستافد، انا كيعجبني الحال، وليت كنفيد في شي حاجه، ما بقيتش غير المرض وهذا. يعني هذه الحمد لله نعمه كبيره. دابا تقريبا جاي اكثر من عام باش انني كنمارس هذه المهنه ديال رفيقه مساعده، وان شاء الله غادي نقراوها، غادي تولي عندنا اون فورماسيون هنا في المغرب. وفي نفس الوقت تولي مهنه بحال الانفيرميه، بحال الطبيب، بحال يعني كتولي مهنه ممارسه بها في المغرب. الحمد لله الدواء كاين، الورشات كاينين، ولكن حتى اللي مهم حتى هو بزاف هو لونطوراج، المجتمع فين كتعيش، مثلا العائله ديالي الصغيره، لونطوراج ديالي اون جينيرال حتى هو خص يكون مزيان. خص المجتمع، خص لي ميديا، الحملات التحسيسيه، جمعيات، يعني هادو كاملين خصهم يهضروا على المرض النفسي العضوي والمونطال، انه مرض بحال اي مرض اخر.